أين بقية الله؟ أين بقية الله؟ أين بقية الله؟ ألا كراز خدایی خدا کند که بیا خدا کند خدا کند که بیایی خدا کند خدا کند تو نور خدا کند که بیایی خدا کند خدا کند که بیایی خدا خدا شب فراق تو جانم خدا کند به سر آید سر آید و تو براییم خدا کند که بیایی الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سلم تسلیما اللهم لك الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیاک الذین استخلصتهم لنفسک مدينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم ببخيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذرية لك والوسيلة إلى رضوانك فبعد أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها فبعد أملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعد اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعد كلمته من شجرة تكريما وجعلت له من أخيه ردا وبزيرا وبعض أولدته من غيره آتيت البينات فأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدلة إلى مدلة إقامة لدينك
بك وحجة على عبادك، ولعل يزول الهم عن مقرك ويغلب الباطل على أهلك، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكانك من تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته الثقلين من عبادك، وأوتعته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق، وعرجت به إلى سمائك، وعرجت بروحه إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نسرته بالروح وحففته بجبريل وميكائيل والمسممين من ملائكتك، وبعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن ببأته مببع صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وذا للناس للذي ببكت مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، فقلت وأسألتكم من أجر فهو لكم، فقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك، فلما انقضت أيامه أقام علي بن أبي طالب صلواتك عليه ما وآله ما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمامه من كنت مولا فعلي من كنت اللهم والي من والى وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل، فقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره
وقال انا بعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وهل له مهل هارون من موسى فقال انت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأهل له من مسجده ما خلى له وسد الأبواب إلا بابه ثم أوداه علمه وحكمته فقال أنا مدينة ولي بابا فمن أراد المدينة والحكمة فليأت من بابها ثم قال أنت أخي وبسي وبارفي لخمك من لخمي ودمك وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لغمك ودمك كما خالت لخمي ودمي وأنت غدا على الأود خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز رداتي وشيئتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا غليم لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الظلام ونورا من الغمام وأبلى الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بغرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلهق في منقبة من مناقب يهدو هدو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأمين فلا تأخذوا في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد الغرب وقتل أبطالهم وناوش ذبانهم فأودى قلوبهم أهقادا بدريا وخيبرية وهنيريا وغيرهن فذبت على غداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نهبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادي والأمة مصرة على مقتل مجتمعة على قتيلة رحم وإقصاء بلد إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبيا فقتل من قتل
وأغسي من أغسي فجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فهل الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكو وإياهم فليندب النادب ولمثلهم فلتظرف الدموع وليصرخ الصارخ ويذج الضاج ويعج العاج أين الحسن أين الحسن أين الحسن الحسن أين الحسن أين ابن الحسن صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الصالحة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد أين بقية الله 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 التي لا تخلو من العترة الهادية أين المؤد لقتداب رغولها أين المنتظر لقامة الأمت والهبج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوم أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإياء الكتاب وحدوده أين مهيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المهتدين أين آدم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والنسيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهوام أين قاطع أبائر الكذب والافتراء أين مبيد الوتات والمردب أين مستحسل أهل العناد والتذليل والإلحاد أين مؤذ الأولياء
مذل العدا. أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يتاب؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل السلام والرضا؟ أين الطالب بذول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلا؟ آقای من کی میاد انتقام جد مظلوم و غریبت حسین علیه السلام رو بگیری؟ آقا یا ابن الحسن، این الظالم و بدم المقتول بکربلا، این المنصور علی من اعتدا علیه بفترا، أين المضطر الذي يجاب إذا دافدش بشر؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بابي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والهمام. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المؤدبين، يا ابن الغطار فتل انجبين آقا، يا ابن العطائب المتغرين، يا ابن الخضار متل منتجبين، يا ابن القواق متل اكرمين، يا ابن البدور المنيب ابد، يا ابن السرج المثير، يا ابن الشعب الثاقب، يا ابن الانجم الزاهر، يا ابن السبل الواضح، يا ابن العلام اللاغ، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الوادات الباهرات، يا ابن الهجج البالغات، يا ابن النعم السابقات، يا ابن طاب المنكمات، يا ابن ياسين والضاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى، دنوا واقترابا من العلي الاعلى، ليت شعري أين استقرت بك النبا، أي كاش ميدونستم كجايد، بل أيار لن تغلك أو الثرى، أبرد وهم غيرها أمضي تما، عزيز علي أن أرى الخلق فلا ترى، برام سخت مردم و ببینم تو رو نبینم. يا ابن الحسن ولا اسمع لك عزيزا ولا نجوى، برام سخت از تو صدایی نشنوم آقا جانم، عزیز علیه
من تو هیچم که دون یل بلوا برام سخته ببینم بلاها دور تو رو گرفتن من سالم باشم آقا ولا ینال کم نی دجیجون ولا شکواب به نفسی جانم به فداد من و غیب لم یخلو من لاب اگه در پرده غیبتی از ما دور نیستی آقا به نفسی انت و نازم ما نزن لابا به نفسی انت و امنیت و شاقیت من لاب من مومن و مومنت ذکر آفن به نفسی انت من عقیده زلای و سامار به نفسی انت من افیل مجن لای و جارا به نفسی انت من تلاد نعم لا تضاب به نفسی انت من لسیب جرف لا یصاب الام تار فی که یا مولای مولای من تا که سرگردون باشیم آقا و الام تار و ختام نصف و فی که و این نجوان عزیزون علیه انو جا بدون که و اون آقا برام سخت جواب از غیر تو بگیرم آقای من عزیزون علیه یبکیه که یخدل کل ورا عزیزون علیه ای اجری علیک دونه هم ماجرا هل من معین فوطیل مول عبیل بالبکا هل من جزو فوسان دجزت اذا خلا هل قضیت عین فساعدت آینی علی القضا هل علیک یبن آمد سبیل فتلقا هل یتسل یومنا من که بغدی فنغدا متا نرد و منا الک النبیت فنروا متا ننتفع من عذب ما که فقد تال الصدا متا نغادی که و نرابه و که فنغر اینا متا ترانا و نراک وقد نشرت لوا النصر ترا اترانا نوف بك و انت توم الملب وقد ملأت الارض عدلا زمین از عدل و داد پر شده و عدم تعدا کبانا و اقابا و برتلو تا توجدت الحق و قطع تدابر المتکبری و اجتثت وصول الظالمی و نحن نقول الحمد لله رب العالمین اللهم انت کشاف الكرب والبلوى و الیک استعدی فعندک العدوى و انت رب الآخرة و الدنیا فاغث یا غیاثا فاغث یا غیاثا فاغث یا غیاثا وعیدک المبتلا برهی سیده یا شدید القبا و ازلن و بلعصا و الجبا و برند غلیل او یا من علی الارش سوا و من الی الرجا و المنتها
اللهم ونحن عبيدك تساعدون الى وليك المذكر بك وبنبيك خلقت لنا عصمة وملاذا وأقمت لنا قواما وماذا وجعلت للمؤمنين منا إماما فبلغوا منا تحية وسلاما فزدنا بذلك يا رب كراما واجعل مستقرا لنا مستقرا ومقاما واتبع نعمتك بتقديمك يا ومانا حتى تور دنا جلالك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أمين السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آباء البرد وعلي أفضل وأكمل وأتم بعد وما أكثر وأوفر ما صليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك وصل علي صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لمددها اللهم باقم بالحق وأدذ بالباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعدائك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلف وجعلنا ممن يأخذ بوجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليك والاجتهاد في طاعته واجتنا بمعصيته وامنن علينا برضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا خدایا دار مدعای ما رو به وجود امام زمان مستجاب کن و جل ارزاقنا به مبسوطا خدایا رزق و روزی مادی و معنوی ما رو به امام زمانمون گسترش بده و همومنا به مکفیه هم و غممون رو کفایت کن خدا و هوا جنابه مقضیه با دست با کفایت امام زمانمون حاجاتمون رو برآور و اقبل الینا به وجه کل کریم و قبل تقربنا الک و انظر الینا نظر ترحیمه نستکمل و الکرامت عندک ثم لا تصرفنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا ربيا هنيا سائغا لا دمع بعده يا أرحم الراحمين.